السلام، مرحبا بكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بموديل هايل وباهي بالبيي. اكيد راح نستمر مع الموديلات تاع البيي لانهم موديلات زينه وماهيش مكلفه. الموديل تاع اليوم يقولوا له موديل تاع الشوشو. اول حاجه راح نوريها لكم هي نوعيه القماش اللي عندي. القماش اللي عندي راهو تاع العتبه. كاين اخرين يسقسوني كي نقول لهم تاع العتبه وشي هو. شوف البنات اللي يجي هنا في القاعده نتاعو هنا في الاسفل تجي شارجي ومن الفوق تجي سامبل عليها، يعني القماش هذا ما تصلحلوش الطريقه نتاع الداخل في الخارج لانها راح تجي لتحت زي والفوق زي. انتم هنا راح تحتاجوا زوج مترات نتاع القماش، هذه اول حاجه. بعد ما تكونوا شربتوه اكيد من بعد اتفصلوا. انتم هنا راح تنحوا من العرض 24 سنتيم اللي راح نحتاجوها في التفصيله نتاع الشوشو اللي راح نديروها في الرقبه. شوفوا هنا راح نعطيكم توضيح صغير. انا هنا مش راح نقص من هنا، راح نقص من تحت، راح نحي هذيك العتبه. هذيك العتبه اللي جايه بالنوار انا هذيك هي اللي راح نخدم بها ونكاسي بها. كما تشوفوا القماش نتاعي هنا جاي بالاصفر والغوج. يعني هنا اللي حابه تتبع موديل تاع قندوره تجي طويله تبع القصه بالطريقه هذه. القماش نتاعك تخليه طويل بشكل عادي، راح تنقصي من العرض نتاعو 24 سنتيم. يا اما تتبعي القصه نتاعي انا. انا هنا راح ندير قندوره قصيره، راح نحي هذاك النوار من تحت نقصه كامل ونخدم به. يعني هنا راح نعكسه الطريقه فقط، تبعوا معايا بالخطوات. شوفوا معايا هنا راح نحسب 24 سنتيم، نحيت هذيك الحاشيه الصفراء. شوفوا هكذا راح تجيني هنا 24 سنتيم، هي اللي راح نحتاجها باه نخدم بها الشوشو هذاك. شوفوا هنا راني راح نحيت هذيك 24 سنتيم اللي راح نخدم بها الموديل تاعي من الفوق. ومن هنا قعد لي شويه من الحاشيه تاع العتبه، ما فيها حتى مشكل، يعني هكذا باه يجي شويه متناسق بين التحت والفوق، يعني بين العتبه هذه. كما قلت لكم البنات انا هنا راح ندير موديل قصير، يعني هنا انا عكست غير العمليه. الطريقه تاع القصه الاولى اللي وريتها لكم في القماش هذيك الطريقه راح تجي القندوره تاعك طويله عادي. انا هنا بدلت، في بلاصه ما نقص على الجنب قصيت هنا، نحيت العتبه هذه باه تجيني القندوره قصيره ونخدم. يعني راهي نفس النتيجه عادي، الاختلاف برك انه القندوره طويله ولا قصيره. ان شاء الله برك تكونوا هنا فهمتوني برك. شوفوا معايا هنا بالنسبه للقياسات، حطيت قياس تاع الكتف على 2، زدت له 1 سنتيم حق الخياطه، عينت النقطه تاعي هنا، من بعد هبطت ب 2 سنتيم ودخلت في فتحه الرقبه ب 8 سنتيم ورسمت خط الكتف بشكل عادي. نجو هنا عند تحريفة الإبط، هبطت بعشرين سنتيم، عينت المنتصف نتاعها واللي هو 10 سنتيم، دخلت على داخل بواحد سنتيم، من بعد عينت المنتصف تاع 10 سنتيم اللي جاية هنا في النص التحتاني، ورسمت تحريفة الإبط نتاعي، عينت دوران الصدر، حطيت القياس نتاعي، زدت له حق الخياطة، من بعد هبطت بثمانية وثلاثين سنتيم طول الخصر، عينت هنا قياس تاع الخصر على 4. زدت له 1 سنتيم حق الخياطة. الموديل راح نديرو سامبل ما فيهش ليبانس. من بعد ما حطيت قياس نتاع الخصر رحت هنا بالميطرة تاعي من النقطة تاع الخصر حتى النهاية نتاع الفستان تاعي كما راكم تشوفوا بخط مستقيم هنا باه نتفادى الانتفاخ هذاك اللي راح يعود على الجناب. عند الجنب تاع القندورة تاعي انا هنا في العاده نطلعو باثنين سنتيم، انا هنا راح نبدل في الموديل يجيني داير مليح على الجناب وقصير على المنتصف. انا هنا راح نطلع بعشرة سنتيم كما راكم تشوفوا، وراح ندخل من هنا لداخل بعشرين سنتيم. الشكل راح ندير الشكل نتاعها كما راكم تشوفوا البنات، هذا هو الشكل تاع الروب تاعي. راح تجي قصيره كما راكم تشوفوا. انا دوكا هنا راح نفصل الرقبه تاع الامام وحدها ونتاع الخلف وحدها ب 18 سنتيم. انا هنا بطلت راح ندير كيما الامام كيما الخلف لانها نتاع دار، ما حبيتهاش تجي مخنوقه، يعني بغيتها تجي مفتوحه كيما القدام كيما اللور كيما هكذا. راح تجي الرقبه تاعها
دائرية ويجوا زي بعضهم كيف كيف نفس القياس. راح نجو هنا عند هذيك العتبة اللي قصيناها راح نزينوا بها القندورة تاعنا ونديروا بها الموديل تاع شوشو. شوفوا هنا راني قسمتها على ثلاثة، في كل قسم فيه 8 سنتيم، يعني بالإجمال كما قلت لكم فيه 24 سنتيم تقسموها على ثلاثة، يعني تتحصلوا على ثلاث أشرطة. هذه الأشرطة كما راكم تشوفوا راح نلصقهم مع بعض، من بعد الحاشية تاعهم راح ندير لها البيي، يعني البيي الجهة هذه والجهة هذه. هنا جهه تحريفه الابط نتاع الامام كما على بالكم فصلنا كما الامام كما الخلف، يعني في كلش في الرقبه في المهم في كلش راهم زي بعضهم. انا هنا راح ندير اختلاف صغير برك هنا، مادام مش راح ندير لي بانس هنا لتحت جهه الخصر ومش راح ندير هذيك لا ديكوب. انا هنا باه ما تجنيش شويه هذه المنطقه تاع الامام شويه هكا فيها انتفاخ، انا راح ندير بانس هنا صغار، راح نهبط من هنا من خط الكتف نهبط ب 18 سنتيم وندير علامه هنا كما راكم تشوفوا، من بعد نهبط ب 8 سنتيم ندير فيهم 8 سنتيم برك ما نكبرهمش ياسر، من بعد هنا ندير 1 سنتيم من و1 سنتيم من هنا كما هكذا ونرسم لي بانس تاوعي. كيما هكذا انا هنا لي بانس تاوعي راح نقصهم هنا على المنتصف بهذا الشكل هنا ونتوقف كيما هكذا باه يجيني كيما الجهه اليمنى كيما الجهه اليسرى، ونحكم مسافه 1 سنتيم من 1 سنتيم من كيما هكذا. دوك راح نخيطهم من بعد نرجع لكم. شوفوا معايا هنا هاي البانس تاعي انا راح نطويها نخيط من هنا حتى نلحق هنا عند مسافه 1 سنتيم. انا هنا راح نخيط قدامكم جهه واحده وبنفس الطريقة نكمل الجهة الثانية. شوفوا هناك فراني نخيط فيها هاي الخياطة كيفاه جات. اكيد بالحديدة راح تتحط معانا هذا البانس. راح نزيد نخيط جهه الثانيه البنات. هاوليكم لي بانس كيفاه جاوا هذو تاع الجناب هذو، هنا بقى لي غير نحددهم. من بعد البنات واش درت شوفوا معايا هنا، انا هنا لصقت جهه الامام والخلف مع بعض، لصقت جهه تاع كتف وحده برك. وعلاه؟ لاني هنا راح ندير البيي، هنا البيي تاعي الباج هذيك بدلتها درت النوار اللي جاتني متناسقه اكثر مع القماش تاعي. شريت هنا 14 متر لاني هنا راح ندير على الرقبه ونزيد ندير على تحريفه الابط ونزيد ندير على الكفه تاع القندوره من التحت، يعني كامل راح نديرها ساير داير بالبيي صافي راح نستهلك. انا هنا شريت 14 متر كما قلت لكم وراح نزيد ثاني راح ندير لهذيك الشرشه هنا البيي. البنات ديما نقول لكم تبداو تخيطوها على الوجه الداخلي باه لا فينيسيو تاعكم تكون على الوجه الخارجي وتتحكموا في شريط البيي يجيكم مليح، وعلى يعني على جهه وحده يكون في الخياطه. يعني واش حبيت نقول لكم تتحكموا في لا فينيسيون تاعو وتجيكم مليحه، الطريق نتاع الخياطه يعود كامل متساوي. هنا البيي تاعي شوفوا كيف فتحتها راح نخيط على نص سنتيم هذا الليمن. راح ندير على التور كامل تاع الرقبه الامام والخلف مع بعض لاني هنا خيطت جهه تاع كتف وحده باه نديرها ساير داير كامل مع بعض. من بعد كي نكمل الخدمه تاعي راح نلصق هذاك الكتف اللي بقى مفتوح. راح ندور مع الرقبه هكا ما نجبدش القماش تاعي. شوفوا
شوفوا معايا هنا راني خيط البيي ساير داير على الرقبة تاع الامام والخلف. دروكا راح نقلب الخدمة نتاعي هكذا ونخيط البيي على الجهة الثانية اللي هي على برا، يعني الوجه نتاع القماش. شوي الماشينه هذه ولفت بنخدم بالاندستريال رايحه وعلى الطابله، مش كيما هذه ما عندهاش طابله، يعني راح نتعب شوي في التصوير، يعني هكذا ممكن ما تجيكمش واضحه مليح كي نصور لكم. ولفت الاخرى ثاني سريعه في الخدمه نتاعها، ماشي كيما هذه، لكن هذه يعني راني لقيتها نوعيه تاعها مليحه وسوليد ثاني. شوفوا قداه نعام راهي كاينه تخدم، يعني ما شاء الله. المهم البنات دوكا راح نكمل التور كامل هذا تاع البيي اللي راني على برا. شوفوا هنا واش قصدت لكم باه تجيكم الخدمه تاعكم بست فك، ديروا لا فينيسيون على الوجه الخارجي، تتحكموا في البيي تاعكم يجي كامل على عرض واحد وعلى خياطه واحده. شوفوا البنات هنا راني خيطت التور كامل تاع الرقبه، راني كملته. شوفوا كيفاه جاني نتاع الامام والخلف، هذا هو. زدت كملت الخياطه نتاع الكتف اللي كان مفتوح، لصقته هكذا. دوكا واش بقى لي ندير؟ شوفوا نفس الطريقه اللي درت بها هنا غلفت بها الرقبه، راح نغلف بها تحريفه الابط هذه وهذه في زوج بنفس الطريقه البنات، يعني نخيط على البي على الوجه الداخلي، من بعد نكمل الخدمه نتاعي على برا كما درت في الرقبه نفس الخدمه عادي. هاي لكم البنات بعد ما درت البي الكتاف، شوفوا كيفاه جاو. كما قلت لكم البنات يعني هاني ما حطيت لكمش الطريقه تاعهم، راهي نفس الخياطه كما درت في الرقبه كيف كيف، تخيطوا على داخل من بعد تفينيو على برا نفس الطريقه. انا دوكا بقالي نحددها من بعد نخدم هذاك الشوشو اللي راح نزين به الرقبه تاعي من القدام ومن الخلف. حاجه واحده ثاني لي بانس، اللي تحب دير لي بانس تاعها دير عادي، هذه حاجه اختياريه البنات. انا درتها من هنا على الجهه هذه تاع تحريفة الابط، منه هنا نحي هذاك الانتفاخ لانها جايه ديكولتي منه، يعني ندير لها لمسه يعني تعود زينه جهه الصدر، هذه حاجه اختياريه. شوفوا معايا هنا نجو عند الشريط هذا تاع 8 سنتيم، راني لصقت ثلاث اشرطه نتاوعي مع بعض. دوك هنا راح نخيط البي على الوجه الداخلي كيما مالفين، من بعد نفينيه على برا. انا هنا الشريط راح نخيطه على جهتين، على الجهه هذه وعلى الجهه هذه، يعني راح نغلفه بالبيي منا ومنا في زوج. شوفوا البنات الشريط نتاعي راني خيطته كامل، راهو كبير قد روحو طويل ياسر. المهم هذا هو، شوفوا معايا هنا انا غلفته كما قلت لكم بالبيي، خيطت على الجهه الداخليه من بعد قلبت وخيطت على الجهه اللي هنا على برا، يعني على الوجه تاعو. نجو هنا عند البلي كيفاه راح نديروهم. هنا يا اما تستعينوا بليزي بانجل يا اما ديروا ديريكت في الماشينه. شوفوا معايا هنا ولاحظوا مليح، انا هنا غنطبق القماش، نطبقو هكا على داخل شتوني، من بعد نزيد نطبق من هنا على الجهه الثانيه ونديرها هاك مع الاخرى في المنتصف، يعني كي تشدوا تتحصلوا على هذا الشكل. دوك نعاود لكم، هاو الطرف تاعنا تاع القماش، نجي على الجهه هذه نقبض هاك بيدي، انا نكيل هاك بصبعي، قيس صبعي هاك ونطبقها. ها هي وحده، نزيد ندير وحده مقابلتها، نشد هاك بقيس تاع صبعي هاك ونطبق، يعني يجوا هنا متقابلين. شوفوا هنا هنا وتخيطوا هنا في المنتصف، تقدروا تحكموا بليزي بانجل طول حتى نتكملوا. من بعد نزيد ندير وحده اخرى، شوفوا المهم يكونوا لاصقين في بعضهم، نزيد وحده هاك على داخل ونزيد وحده مقابلتها من هنا كيما هاك بنفس الطريقه هذه. شوفوا انتم المهم لي بلي تاعكم يجوكم لاصقين مع بعض. انا هنا راح ندير ديريكت بالماشينه، مانيش راح ندير بليزي بانجل، نحكم هنا من المنتصف
هكذا دوكا درت على الجهة هذه، دوكا نعكس ندير وحدة على الجهة الثانية، يعني يكونوا متقابلين هك ونخيط. شوفوا معايا هنا كيفاه جات. راح نزيد وحدة اخرى، ونزيد لها وحدة مقابلتها ثاني بنفس الطريقة. شوفوا هنا كيفاه يجي الشكل هذا، لي بلي تاعك يجوا لاصقين في بعضهم باه يجيك هذا الشكل تاع الشوشو. راح نزيد وحده اخرى وتكون لاصقه في اللي فاتت، نطبق هكذا على الجهه اللي مقابلتني ونخيط، ونزيد وحده على الجهه هذه يعني تكون مقابله ليها هكذا. بالطريقه هذه البنات راح نكمل كامل الشريط اللي عندي. شوفوا معايا هنا هاو الشريط نتاعنا بعد ما درت له هذوك لي بلي. انا دركا راح نلصقو على القندوره. اول حاجه راح نبدا نلصقها على جهه الظهر باه نفيني ثم الخدمه نتاعي. شوفوا معايا هنا هذه الرقبه نتاع جهه الظهر، راح نجي عند المنتصف نتاعها، راح نحط الشريط نتاعي كما راكم تشوفوا، راح نخلي مسافه منه ما نخيطهاش باه نفيني عليها الخدمه من بعد. كاينه حاجه اخرى ثاني، شوفوا الشريط نتاعكم كي تحطوه حطوه يفوت شويه الشريط نتاع الرقبه، ما يجيش فوقها قد قد، ما يجيش داخلها، لا يفوتها شويه كما هكذا. من بعد نبداو نخيطو. نبداو نخيطو من المنتصف منين درنا الخياطه تاع لي بلي، من ثم نكملو الخياطه نتاعنا كي نثبتو هذا الشوشو هذا ولا الترشيف هذا على القندوره. شوفوا ديما نعدل القماش نتاعي ونعدل هذا الترشيف تاعي كيما قلت لكم، شوفوا كيفاه يفوت هذيك الخياطه نتاع الرقبه. راح نكمل بنفس الطريقه هذه. دوك راني في الجهه نتاع الامام كما قلت لكم، نبداو بتاع الخلف باه نتاع الامام نخلوها نظيفه ومفينيه، ولا فينيسيون تاعنا نكملوها في الجهه نتاع الظهر باه ما تبانش، يعني ماذا بينا احنا ديما جهه الامام ما نديرو فيها والو، نخلوها هكاك مليحه. شوفوا هنا كي قربت عند النهايه هذه راح نزيد نخيط شوي. من بعد نشوف هكا قداه نحكم باه نخيط هذه النهايه مع بعض. انا هنا راح نفتح هذا، راح نحي القندوره تاعي من الماشينه. شوفوا معايا هنا راح نقلب القماش نتاعي هذا الشريط هذا تاع الترشيف، راح نخيطه هكا على داخل كيما هك. هكا لصقتهم مع بعض، دوك كيما هاك نكمل نخيط هذيك المسافة الصغيرة اللي قعدت لي في الظهر. نعاود نرجع القندورة تاعي في الماشينة من البلاصة اللي توقفت فيها، هي هنا نزيد نثبت الخياطة تاعي باه ما تتحليش. كما راكم تشوفوا البنات هذا هو الموديل تاعنا، راهو رقبه كما الامام كما الخلف وجايه فيها الترشيف هذا. القماش تاعي صراحه شويه صامت في اللون يعني، لكن حاولت اني ندير فيه الاختلاف هذا باه تجي القندوره تاعو زينه، واللي هو تخلصت رديتها قندوره قصيره، نحيت العتبه هذيك وخدمت بها الترشيف وقصيت به من الفوق كما راكم تشوفوا.
دوك راح نخيط جناب تاع القندوره ونوريكم الموديل كامل كيفاه خرج معانا. هذه هي لاروب تاع البنات، راهي واجده درك. بعد ما خيطت لها الجناب زدت درت لها البيي من التحت في بلاصه الكفه. المهم ان شاء الله تعجبكم، والطريقه ان شاء الله تجيكم واضحه وسهله. ملاحظه اخرى، كما قلت لكم في بدايه الفيديو، اللي حابه دير قندوره طويله راح دير بنفس الخطوات عادي، راهي نفس الخدمه، غير في بلاصه ما تنقصي من التحت في الطول تنقصي في العرض برك، تنحي 24 سنتيم من الطول، عفوا من العرض نتاع القندوره. يعني اذا عندك مترتين خليها في الطول تاعها كيما راهي ونقصي من العرض نتاعها، يعني مترتين هذيك نحي منها 24 سنتيم، يعني تقريب ربع متر. ان شاء الله تعجبكم البنات، وهذه هي الطريقه نتاعنا والخياطه تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش تدعموني باشتراك ليشاهدوني لاول مره، وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ديرولي جيم. شكرا لكم.